انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضربوا بيك المساء كل الحبايب بتهنيني طبعا ما انا ام البطل ياما ولد الحر اتربى وشبع من سيرك اتقوه من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح في ايمانه وابنك اتربى وشبع من سيرك اتقوه من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح في ايمانه وابنك شمس الرحال. تحيتنا لكل ام بطل. طيب في الحقيقة الجو الإيجابي اللي شفناه في فقرتنا دلوقتي النهاردة سواء من السيدات بيطالبوا بالتطوع في الجيش أو التدريب على حمل السلاح أو الجهود المجتمعية لتأهيل ورعاية أسر الشهداء يخلينا دلوقتي نطرح السؤال الصعب، إزاي نحول أهداف الحوادث الإرهابية من بس روح الهزيمة في نفوسنا إلى طاقة إيجابية ووعي تام بالمؤامرات اللي بتحصل ضد بلدنا، والأهم إزاي نطعن الإرهاب في مهده باستمرار العمل والبناء وخلق الاستقرار. بمعنى تاني بقى ازاي نقدر نحنا نتغلب على الصدمات دي اللي بتواجهنا بعد كل حادثة إرهابية بتحصل في مصر. علشان نعرف نواجه ونحارب الإرهاب دي بطريقة بقى مختلفة شوية، الطريقة ممكن نسميها الثبات الانفعالي. لازم كلنا يبقى عندنا ثبات انفعالي نوصل من خلالها لكل إرهابي جبان، وإنك مهما تنشر الحزن في قلوب الأمهات وتخلي عيونهم مليانة بالدموع، لا احنا برضو هنخلي الدموع دي ونحول الدمعة دي لابتسامة وفرح وطاقة كمان أمل نودع بيها أطهر وأنبل الشهداء. ويعني الحقيقة الفقرة دي فقرة مهمة جدا، إن احنا كمان عايزين نركز على زي ما قلنا الروح الإيجابية ونشوف الجانب الإيجابي. تليفوناتنا مفتوحة قدام حضراتكم، أي حد حابب يشارك معانا تليفوناتنا هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي، لكن خلونا نرحب بضيفي العزيز الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا دكتور. الله يخليك يا رب. خلينا في البدايه دكتور كده، يعني زي ما قلنا في الانترو احنا عايزين نقدم يعني طاقه ايجابيه والناس تبص للجانب الايجابي. كل يوم كل المصريين بيناموا على خبر، بيصحوا على خبر اوحش منه. ازاي ان احنا نقدر كمان يعني زعلانين على اولادنا اللي على الحدود، متضايقين من اللي بيحصل، لكن اكيد ام الشهيد بتبقى اكتر قلبها موجوع اكتر. ازاي نقدر نحول الحزن ده من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه؟ بص يا فندم، انا هبدا كلامي كده، يمكن كلمه كان قالها السيد رئيس الجمهوريه من بعد 30/6 لما قال احنا هناخد العبء من الشعب المصري على الجيش والشرطه. لما قال احنا هناخد الحرب نسحبها من وسط الناس لسينا، واحنا المتكفلين بيها كجيش وشرطه بتوع بلدنا ان هم بيضحوا عشان الشعب المصري يقدر يعيش حياته بالصله الطبيعيه. ويمكن الناس مش حاسه ان احنا في حرب. ناس كتيره جدا مش حرب داخليه شرسه. احنا عندنا حرب وحرب ضخمه تحولت طبعا. من سوريا والعراق كله جالك على مصر. طبعا في قوى خارجيه ودول قد تكون بيننا انها صديقه وفي دول معاديه، كل ده بيدعم هذه الحرب ضد مصر. حقيقي. فاحنا النهارده هذه الحرب ابينا او وفقنا هي موجوده علينا، مفروضه علينا. ابنك اللي بيحارب ده بيحارب عشانك. ابنك اللي بيستشهد ده بيستشهد عشانك. النهارده الناس دي لو دخلت جوه مصر بدل ما بيموت اثنين او بيستشهد ثلاثه او اربعه يوميا هيتقتل كل يوم 10,000. وشفنا العراق حصل فيها ايه، والسبايا والستات اللي كانت بتتباع، وشفنا مناظر يعني لا نحب ان شعب مصر يشوفها ولا اولاد مصر ولا بنات أصلاً. ولا بنات مصر يشوفوها. احنا شفنا اللي حصل في العراق وسوريا، فالحرب اللي موجوده دلوقتي في سيناء دي شايله عن مصر بلاوي. النهارده اي ام ليها ابن هي بتكلمه كلمه واحده، وده يمكن احنا كنا دايما بنقولها في الدعم النفسي للمجندين. وانا ابني مجند، وكنت اول كلمه قلتها له تقول لي يا ابني طلع عشان بلدك، انت مش عشان حد تاني، انت طبيب، دورك كطبيب في المدنيه او طبيب في العسكريه انت بتخدم مصر. دي ده اللي احنا بندفعه
كما ان احنا اتعلمنا في مصر ده من حبنا لمصر. احنا شفنا في لبنان الناس بتبقى الستات في البيوت والناس بيبقوا بيقابلوا الحروب بطريقه تانية خالص، بيرقصوا وبيضحكوا وبيبقى في حاله بهجه. انا عايز اقول لك القنبله بتبقى جنبهم وعادي سهرانين وسهرانين وبتشوف الدبابات بره، مش مشكله وعملوا شوبينج. دي ثقافه شعب. احنا هنا بقى الثقافه ازاي ممكن ننقل ده هنا في مصر؟ احنا هننقله بحاجه واحده، ان الناس ابتدت تقتنع ان ده الشهيد في يعني ده سبيل الوطن هو إذن لسبيل الله. النهارده ام الشهيد ما كانت بتزغرط، النهارده في ام الشهيد لبست ابيض، ده معناه ان هي عارفه ان ابنها دخل الجنه. هو في احلى من دي مكان اروحه تاني ان انا ادخل الجنه؟ هو النهارده هذا الشخص الداعشي او الشخص الكافر اللي بيكفرنا وعايز يقتلنا، هو النهارده هم ضاحكين عليه بايه؟ بهذا الفكر المتجمد اللي عنده، بيقولوا انت هتدخل الجنه، انت هتروح تموت المصري تدخل الجنه. غسيل مخ. يعني بيضحكوا عليه تحت اسم الدين. لا يا فندم، بصي هو بياخد واحد هو عنده من الموبقات او من الاخطاء الحياتيه شايف انها ما تدخلوش في اي حتى يقرب من الجنه. في واحد يجي ياخده كده يقول له تعالى يا ابني انا هدخلك الجنه. ازاي؟ ان انت هتعمل عمل استشهادي او عمل بطولي ضد مصر. بس دول يا فندم معلش بيبقوا اطفال. غسيل مخ ان الوسيله لدخول الجنه. يعني انا اقول لك على حاجه ما اعرفش يعني المفروض اقولها ولا لا. في العراق مسكوا عيال من دول كانوا حاطين كلبشات حديد على جسمهم من تحت. ليه؟ بيحافظوا على النص التحتاني من جسمهم عشان لما يدخلوا الجنه يروحوا حور العين. شوف الفكر. ده اللي بيحرك. تخيل التفاهه. تفاهه في عقليه من يحاربك. هذه الشخصيات التافهه اللي هي لا هي فاهمه دين، اقسم بالله انا ياما قعدت اثناء خدمتي كنت بقعد مع ناس كانوا مثلا منضمين الى تنظيمات دينيه، تقعدي تكلمي معاه لا عارف دين ولا عارف سياسه ولا عارف اقتصاد، هو كل اللي في دماغه البلد كفره وانتوا كفره وانتوا هتدخلوا النار ولازم السروال بتاعي يبقى قصير. طيب هذا الدين بتاعه. دكتور جمال، لان للاسف يعني احنا بنعتذر طبعا لحضرتك لان وقت الحلقه خلاص انتهى، بس خلينا سريعا حضرتك عايزه كلمه تبرد نار كل ام شهيد وكل ابن شهيد. النهارده من استشهد هو استشهد في سبيل الله نمره واحد، في سبيل مصر نمره اثنين، في سبيل امه وان هو بيحمي امه وبيحمي اخته وبيحمي بنت عمه او بيحمي زوجته، ان في ناس كان كل هدفها انها تدخل تدمر البلد دي. لو البلد دي لا قدر الله اتدمرت كل الناس دي هتتدمر وراها. احنا كان لينا هندخل في ليل مغلق ما كناش هنعرف نطلع منه تاني. احنا ربنا كرمنا ان النهارده اللي بيستشهد بيستشهد في سيناء، لكن مصر لسه بامان وهننتصر. يعني انا اللي بقوله للناس والله هننتصر، انا بس طالب من القياده انها تواجه الناس، تكلم الناس، نفهم الناس ونوعي الناس، بدل ما الناس عماله تصرخ على البنزين وتصرخ على الاسعار لما تطلع حد من قياده. عايزين بقى نعمل حلقه مع حضرتك ثانيه نتكلم ان ازاي برضو الناس تتعامل مع الازمات الاقتصاديه من الناحيه النفسيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، نورتنا وشرفتنا، بنشكرك. وحلقتنا خلاص للأسف انتهت، يعني زي ما قلنا لكم كده هي كانت حلقة خاصة شوية، بس إن شاء الله زي ما بنوعدكم دايما نقول وإن شاشة قناة تن دايما بتحب تقدم كل ما هو إيجابي، كل ما هو بيدعو للتفاؤل. إن شاء الله استنونا كل يوم من الحد للخميس من الساعة 3 لـ4:30. شيرين أنا بشكرك وكنت بشكرك أنا موجودة معاكي. أنا كمان يا نرمين. واستنونا بكرة إن شاء الله مكملين فقرات كتير جدا من عسل أبيض، انتظرونا.